السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، ان شاء الله غادي نشارك معكم فراشة، خديمة ديال الفراشة، مراقية ديال الفراشة كتجي تحت السطوق، او نقدر نخدمو حتى في البياسة ديالنا كاملة، او نخدمو غير قدام نلاقيو بها الجليبة او قفطان ديالنا، او نخدمو حتى قدام من الفوق حتى للتحت. ان شاء الله بحول الله نبغي نديرها غير تحت السطوق. ان شاء الله نشارك معكم الطريقة ديال الخديمة ديالها. انا عندي هنا البرا نمرة 7 والخيط مبروم على 3، ركبت الخيط في التوب وغادي نبدا معكم ان شاء الله بحول الله. انا عندي هنا جوج غرزات اللي خليت، نتمنى التصوير يكون واضح لكم. هنا عندي جوج غريزات، غادي نضرب في الاولى ونضرب الثانيه ونضرب في التوب بحال هكا كيف كتشوفوا معايا، وغادي نرجع فيهم. غنركب العقيقة ديالي، عندي العقيق هنا نمرة 4 باش كنخدم زوج عقيق زجاجي. غنركب العقيقة ديالي بحال هكا، وغنقص هاد الغريزة هادي وغنضرب في اللي حداه بحال هكا، غنضرب في التوب وغنجي العقيقة وغنضرب في الجنب ديالها من هنا، نضرب في الجهة الأخرى كيف كتشوفوا بحال هكا، نضرب في التوب. دابا غادي نضرب في التوب مباشرة، ما غاديش ندير شي غرزة ولا شي حاجة، كنرجع لهنا نيشان نضرب في الجهة الأخرى، ندير قياس جوج غرزات باش شي يخدمو متساوية، متجيش شي عريض وشي عريض وشي مزير. وغادي نرجع هنا يعاود الجهة الأخرى بحال هكا، ونرجع عاود تاني هنا العقيق كيوحل لي، الخيط كيوحل لي في البعيد. ونرجع الجهة الأخرى ونعاود نرجع لهاد الشيء. هنا غنحسبو بهاد الخيط هذا اللي عندي فوق العقيقة عفوا، عندي هاد الخيط هذا اللي فوق العقيقة، منو غنحسب 1 2 3 4 5 6، 6 ديال الخيوط، وكنجي لهاد الخيط هذا اللي فوق العقيقة وندخل فيه البرا، وكنطلع وسط الخيط بحال هكا، الخيط يجي على يدي، نطلع وسط الخيط وكنعقد، ما كنزيرش يدي بزاف، ونضرب في الجهه الاخرى بحال هكايا، وغنركب عقيقه كنركب العقيقه ديالي وكنضرب مباشره في التوب. غنضرب في الجنب ديال العقيقة من هنا والجهة الأخرى صافي، وكنبدا نضرب عاوتاني في الجنب ديال في التوب، ونرجع لهنا عاود. هي هاد الخديمة هادي ساهلة ودغيا كطلع الصراحة، في ممكن تطلعيها في النهار هتطلع، مهم كتجي حليلة وخفيفة، وبالنسبة للناس اللي عزيز عليهم شي حاجة خفيفة كتجي رائعة بحال هكايا. نفس العدد ديال الخيوط، وعندي هنا 6 بالخيط اللي فوق العقيق، وكنجمع الخيوطات ديالي كاملين ونضرب في الجهة الأخرى. كنتمنى التصوير يكون واضح ليكم. وغادي نركب العقيقة عاود ديالي، كتشوفو، وكنضرب في التوب مباشرة هي كيف قلت لكم سهلة، خاصنا غير نحافظو على نفس المسافة باش كنهبطو فيها كامل.
عفوا. كيف قلت لكم غادي نضرب في الجنب ديال العقيقة هنا، انا راه نسيت وضربت في التوب، نضرب في الجنب الاخر بحال هكا، وعاد كنضرب في التوب ونضرب في الجهة الاخرى ونضرب حتى في الجهة الاخرى ونمشي على هاد السيستم بحال هكايا، كنضرب في هاد الجهة ونعاود نضرب في الجهة الاخرى حتى كنكون 6 ديال الخويطات، عاد كنجمعهم بحال هكا. هنا عندي 6 بهاد الخيط هذا اللي فوق العقيق، هاد الخيط هذا ما نساوش دائما نجمعوه مع الخويطات ديال اللي كاينين كامل بحال هكا، وكنرجع ما نزيرش يدي بزاف ونرجع نضرب في الثوب ونرجع عندي عقيقه واحده اخرى بحال هكا ونضرب في الثوب ونضرب في الجنب ديال العقيقة والجنب الآخر بحال هكا، نضرب في الثوب ونرجع أنا غادي نخدم معكم هادي وغنحبس الفيديو حتى نخدم شوية وغادي نرجع نوريكم كيف كتجي لي، كيف كتجي الفراشة، كتجي الصراحة رائعة أنيقة بحال هكا. غنجمع الخويطات ديالي كاملين، الخيط دائما يكون على يدي باش كتجيني الفراشة مقادة كيف قلت لكم. غنخدم شوية ونرجع معاكم بحال هكايا، كتجي الفراشة ديالنا كتجي أنيقة الصراحة، كتجي خفيفة وزوينة خصوصا بالعقيق، كتجي رائعة على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكون واضحه لكم، كنتمنى الشرح يكون واضح والتصوير يكون واضح ان شاء الله بحول الله. والا عجبكم الفيديو اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك والفيديو وكومونتير ديالكم اللي كتحفزني وكتشجعني باش نعطي المزيد ان شاء الله بحول الله. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.